عندكم ذمه ولا ضمير وهتدخلوا النار حالا لان ربنا ما يرضاهوش عوجان الحال اللي انتوا فيه ده. قلت يا عيشه ده البيت اللي انا سايبه امانه في رقبتك عشان تحافظ عليه. ايوه يا اخويا ما هو اصلا ايوه ايه وزفت ايه ايوه ايه وزفت ايه جايبه الناس الجرابيع دول وعامله قعده مجلس ومقعداهم في البيت وشاي وكيك وضحك ومرقعه. يا اخويا هم عزمونا وانا كنت برد العزوم. بتردي العزومه من ورث امي؟ بتردي العزومه ولا بترديها من فلوسي اللي تعبت وشقيت وتغربت بيهم؟ يا اخويا انت مش كنت مسافر؟ ايه اللي رجعك؟ ربنا اللي رجعني عشان يكشفكم واعرف انتوا بتعملوا ايه من ورايا. وانت يا راجل البيت ده انا كنت مسافر ومطمن ان فيه شحن هيسد مكانك. يا بابا خلاص يا بابا ما حصلش حاجه. يا بابا ما حصلش حاجه. انت بتستعماني انا؟ بتستعماني؟ يعني سايب الواد حبيشه زاني اختك في المطبخ وقاعد انت وامك هنا مركبين الدش وتقول لي ما حصلش حاجه؟ وانت يا بنت كنت بتعملي ايه مع حبيشه في المطبخ؟ ده كان بيغير لي الانبوبه يا بابا. انبوبه؟ انبوبه ايه اللي كان بيغيرها يا بنت؟ والله العظيم ما عملت حاجه غلط. يا حبيبي يا بابا كنت تعملي حاجه؟ كنت تعملي عشان اذبحك واشرب من دمك انت واخوك الطحش ده اللي سايبك مع الواد في المطبخ وزاني حنان هنا في الصاله؟ بابا حنان دي تبقى خطيبتي. خطيبتك؟ ايوه بابا خطبتها لي. يا له عيشة خططت لابني من ورايا؟ اه طبعا ما انا خلاص ما عنديش لازمة في البيت. ما عنديش لازمة في البيت طبعا. وكنت هتجوزي منين ان شاء الله؟ من 90 جنيه اللي بيقبضهم ولا كنت هتسرقي من فلوسي وتديله؟ تديله يا بابا كفاية. خلاص يا بابا ودابي خلاص. كمان يعني اذا كانت دي فلوسك فاحنا ولادك ولينا حق فيها. طب يا خالد ما تكلمش ابوك كده يا ولد. خلاص انت خالص. حاضر يا اخويا. يعني انت يا شيخ خالد عارف ان دي فلوسي وانت ليك حق فيها عشان كده رايح تتجوز بيها واحده واطيه زي دي؟ بابا حضرتك بنت كويسه اهلها ما يقلوش عندنا حاجه. ما انت مش غلطان. انا اللي غلطان ان انا اتجوزت واحده جاهله زي دي عشان تخلف لي عيال جاهله زيكم. حقك عليا يا اخويا. اخلصي خالص قلت لي. قولي يا خالد الهدوم الحلوه دي مين اللي جايبها لك؟ ها بفلوس مين يعني؟ انت على انت حضرتك. طيب انا عايزه. اقلع اقلع يا خالد. اسمع كلام ابوك يا ابني. حط هنا. اقلع ايه لا حاضر 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 ولا البنطلون الحلو ده مين اللي جايبه؟ مش برضه بفلوسي؟ ايه لا ايه لا ايه لا ولا الفانيلا والبوكسر دول مش برضه بفلوسي؟ انا عايزهم. ايه لا لا يا رشدي لا خش يا بنت جوه. صحيح عليك النبي يا اخويا ما تكسر نفس الواد قدامي ده برضه راجل. اوعى تقلع يا خالد. ايه بتتحديني يا عيشه؟ طب خش جوه خش خش جوه خش جوه النبي يا اخويا. ولا كلمه. اخلصي خالص اخلصي خالص. خش جوه خش جوه خش جوه خش جوه. ده برضه افتح افتح يا رشدي. ولا كلمه. افتح يا رشدي. اقلع اقلع. افتح يا بابا. اطلع برا. اطلع برا بلف بلف. اطلع برا. اطلع يا خالد. ابو كده انا اخوك في الشارع وعريان. طرد وهو عريان. طرد وهو عريان يا حبيبي. يا خالد يا خالد يا رشدي رشدي هات المفتاح يا رشدي. مفيش مفاتيح يا عيشة وقسما عظما لو نزلت وراه لا تكوني طالق. يا خالد وابت يا خالد يا خالد خالد انت فين يا حبيبي؟ رد عليا.
خالد ابو طرده. خسر الله لا يسيئك يا حبيشه. ادخلوا الطالع دور عليه. خسر الله لا يسيئك يا ابني يا خالد. هو مش من عند يامي. مش عارفه يا ابني وصالح جوه كده يمكن قاعد جوه. خالد استاذ خالد انا هريان يا حبيشه. هريان خرجتك فين؟ بابا طردني كده. طب اديني دقيقه واحده. خد يا استاذ خالد استر نفس. حول ولا قوه الا بالله. حد يعمل في ضناك ده؟ ربنا ينتقم منه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا استاذ رشدي. خلع عيش اطمني اللي لقيته. لا يسترك يا ابني. اطمني يا ميم. حبيشه يا حبيشه تعال تعال يا استاذ خالد تعال ما تخاف.